أهلا ومرحبا بكم بلقاء جديد وحلقة جديدة من البرنامج. أحبائي طبعا أنتوا تلاحظون أن احنا لما نستضيف الأطفال طبعا كلكم أنتوا حريصين على أنكم تيون وتشتركون في البرنامج. أيضا البرنامج يرحب فيكم مثل ما تعرفون، بس بعضكم مثلا يجي يوم الثلاثاء علشان نسجل حلقة من الحلقات ويمضي مثلا الجمعة والجمعة اللي وراها ما تشوفوا روحكم تضايقون وتقولون ماما نيسة احنا تأخرت ولا حطيتي صورنا ولا حطيتينا ولا شيء. طبعا انتم تعرفون انه يعني ساعات تكون حلقات مسجلة، فتأكدوا كل حلقة تأخذ دورها وكلكم راح تشوفون روحكم واحنا ايضا نشوفكم ونفرح بيكم. ايضا في فقرات كثيرة احنا نسجلها لكم في وقت غير وقت البرنامج، منها لقاءات ايضا خاصة في بعض الاطفال. فاليوم راح انزل لكم هذه اللقاءات اللي سجلت يعني من فترة، وراح نشوف الاطفال اللي معانا طبعا ونرحب فيهم ونشوف ايضا شنهي الاشياء اللي هم طلبوها عشان نقدر نقدمها لهم. وراح يكون لقاءنا في البداية مع اخوكم الصغير اللي هو راح يقدم لنا اسمه. اسمك حبيبي؟ أسامة جواد أحمد بخمسين. أسامة أنت من أي صف؟ ثانية ابتدائي. من أي مدرسة؟ مدرسة الضاحية عبد الله السالم. مدرسة الضاحية عبد الله السالم النموذجية، يعني مدرستك أبلة ولا أستاذ؟ أبلة. مدرستك أبلة، زين. مدرستك الأبلة تحسنها مثل أمك داخل المدرسة ولا شلون؟ الأبلة أحسن يعني بتكون لك في المدرسة مثل الأم؟ زين. طيب أنت كم عمر قلت لي؟ سبع سنين. طيب انت بثاني ابتدائي، تحب تقول لنا شيء انت للاطفال يعني حافظه من المدرسه؟ شنو حافظ؟ قلمي. انت قلت لي حافظ قلمي وحافظ حب الوالدين وحافظ بلادي وحافظ الصباح، اي اللي بتقولها لنا منهم؟ بلادي؟ قلمي. قلمي، يلا على كيفك، على اللي انت بتقوله يلا. قلمي 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 نور أممي، أنت صديقي عند الضيقي، يوم نجاحي كنت سلاحي، نادوا حولي ووعوا قولي، يحيى القلم هو والعلم. يا سلام، طبعا احنا بنصفق لك أطفال في كلمة. الحين أنت قلمك هذا تحافظ عليه زين ولا يعني كم قلم يعني يكفيك باليوم؟ واحد. كل يوم قلم؟ لا. ها. يعني كل أسبوع واحد. كل أسبوع قلم. زين، لأن بعضها اللي يستعملون باليوم يبون قلمين، ترى والي كل أسبوع قلم وبعده كافي معدل. طبعا أنت تكتب بالقلم ترسم زين. شنو يعني تعرف تسوي شيء، هواية معينة تحبها أنت تسويها في البيت أو في المدرسة غير حفظ النشيد؟ ترسم. طبعا أنت شاطر، ومدام الأطفال شاطرين وحطون بالهم يقدروا يسوون كل شيء. على كل حال إحنا سعداء فيك يا أسامة، والحين طبعا راح يكون لنا لقاءات مع بقية الأطفال، بس راح ننتقل إلى فقرة جديدة. Thank you.
عدل 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 ولقاء آخر أحبائي الصغار راح يكون لنا مع الطفلة اللي موجودة معانا بالاستوديو الحين اللي هي الطفلة. قولي لنا اسمك أمي صوت عالي. هدى جواد أحمد بخمسين. هدى جواد أحمد بخمسين، طبعا أنت أخت أسامة، ها؟ زين الله يخليكم. هدى أنت بأي صف؟ صف أولى متوسط. أولى متوسط، عمرك كم؟ عمري 9 سنين. 9 سنين ما شاء الله، زين. طيب بأي مدرسة؟ ومعطية الأنصارية. ومعطية الأنصارية. هدى أنت شنو بتقولي للأطفال؟ شعر. شعر؟ يلا اوقفي بصوت عالي خلينا نسمع شنو الشعر اللي عندك. فداء، سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديقة وإما ممات يغيظ العدا، ونفس الشريف لها غايتان، ورود المنايا ونيل المنى، وما العيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحما، إذ قلت أصغى لي العالمون ودوى مقالي بين الورى، لعمرك أني أرى مصرعي ولكن أغذ إليه الخطى، أرى مقتل دون حق السليبي ودون بلادي هو المطغى، فكيف اصطباري لكيد العدو، كيف احتمالي لنيل الأذى، بقلبي سأرمي وجوه العداتي، فقلبي حديد وناري رضا، وأحمي حياضي بحد حسامي، ويعلم قومي بأني الفتى. طيب هدى أهمنا بنصفق له العزيزة. هدى شنو يعني شنو المعنى تقدرين انت بقولها متوسط طبعا شاطرة، شنو المعنى من هالقصيدة كذي سريع؟ المعنى من هالقصيدة انه يقول فداء يعني الرجل يحرر بلده ومطاردينه من بلده علشان كان ما يبيها وكان يدافع عليها، وهذا طبعا يدافع كل طفل لازم يدافع عن وطنه، كل طفل حتى هو صغير لازم يدافع عن وطنه. طيب احنا كأطفال صغار شلون نقدر يعني شنو اللي نقدر نسويه حق وطننا، وطننا الكويت طبعا ترعانا وتعلمنا وكل شيء، زين احنا شنو اللي ممكن نعطيه للكويت واحنا اطفال صغار؟ نعطيها العلم، نتعلم صح، ونعطيها بعد ندرس، ندرس ونعطيها كل الحب مقابل الشيء اللي تعطيني. مشكورة حبيبتي هدى أنت، وطبعا هذا دليل أصدقاء الصغار على حب الأطفال وشعورهم من صغر سنهم بأنهم فعلا يجب أنهم يحبون وطنهم ويحمونها وتكون عزيزة عندهم، وهذا يجب يتحلى فيه الشعور كل واحد سواء فينا صغير أو كبير. طيب أحباء الصغار بعد لقاءنا مع هدى راح يكون لنا لقاء أيضا مع بقية الأطفال، إنما نبي نشوف الفقرة اللي جاية عندنا. حر عليك أنت ماما، فأنت بتفسخ الجاكيت، لا خلي عليك شوية عشان شكلك يصير حلو لما يدورك باللقاء، زين. طيب أصدقاء الصغار الحقيقة في كثير من الأصدقاء ومن خلال رسائلهم يسألون يقولون ماما هل صحيح إن القطو هو عدو الكلب، وهل يمكن إنهم يعني ما يكونون أصدقاء أبداً؟ الحقيقة الجواب أصدقاء الصغار ماكو شيء اسمه مو ممكن، لكن أكو شيء معقول وأكو شيء غير معقول، وكل شيء تروالي بالتدريب والمران ممكن يصير. مثلاً إحنا لو فكرنا شلون ممكن تكون هناك صداقة بين الأسد وبين الإنسان، وهذا نشوفه إحنا بالسيرك، معروف إنه الأسد من الحيوانات المفترسة، هل ممكن تكون صداقة؟ بالتدريب والمران هناك نوع من الصداقة ما بين الحيوان المفترس اللي هو الأسد وبين الإنسان.
أيضا كثير من الحيوانات مثل الدب مثل النمر أيضا من الحيوانات المفترسة، لكن بالتدريب والمران احنا نلاحظهم بالسيرك في نوع من الصداقة بينهم وبين الإنسان. إيش رأي الأطفال عشان ناخذ فكرة أكثر لو الحين يعني تعرفنا على من خلال المشاهد اللي بنشوفها شلون تكون هناك صداقة فعلا ما بين القطو والكلب، ونعرف أكثر عن السؤال اللي يسألوا بعض الأصدقاء. الشمس ترسل أشعتها اللاهبة منذ الصباح، وتبدو الحياة في مثل هذه الساعات وكأنها توقفت عن المسير، ولكن هل يمكن الجلوس وكل ما حولك ممتع وجديد؟ ليس في المزرعة أحد، فأصحابها ذهبوا إلى الحقل، ويمكن الآن فحص كل الزوايا بلا خوف. إن أمامنا مغامرات مدهشة. القطط الصغار قررت أيضا أنها هي الآن صاحبة المكان. يبدو أنه لا مفر من الاختلاف بين السلالتين المتعاديتين. ولكن المصالح تتفق بشكل مدهش عند كل الصغار. ترى ماذا هناك وراء هذه العتبة؟ لابد من التهيب في اللحظة الأولى. سرعان ما ائتلفت مجموعة الأصدقاء ونسيت كل حذر. وهل هناك ما هو أحسن من هذه التسلية؟ ولكن ما حالة الجراح؟ من حسن الحظ أن هناك من عني بها أيضا. الفرح والمرح في أوجهما. عندما تكون مشغولا يمر الوقت بسرعة. حتى القطط لا تعارض الآن في أن تأكل، ولكن كيف يمكن الوصول إلى هذا الطير؟ أحبائي الصغار، قلت لكم أن في رسائل كثيرة، منها رسالة
من صديق للبرنامج رسالة كاهي معاي، بس لأن الخط مو واضح يعني كتبناها عشان بس الرسالة كاهي موجودة، من أحد الأطفال وموقع بحرف الحروف الأولى من اسمه اللي هو حرف سين وعين، ممكن يكون سالم، عبد الرحمن، ممكن أي اسم آخر، المهم الحرف الأول من اسمه واسم أبوه. أخوكم يقول ماما يعني كلمات وايد حلوة صراحة، يعني ليش يرفض إنه يكتب اسمه الكامل؟ لأنه رسالته حلوة ومهمة جدا للصغار وحتى لنا إحنا كناس كبار. يقول ماما لو سمحتي أنا أبيك تنبهين على أصدقائي الصغار والأولاد، خصوصا الصبيان اللي هم لهم فرصة يمشون بالشارع أكثر من البنيات، تقول لهم الله يخليهم ماما لا يعبرون الشارع يعني وقت يعني عبور السيارات، لأن الشارع مو ملك لأحد، السيارات هي اللي مخصص لها المشي في الشارع. فتقولي لهم لأني أنا شفت أكثر الأطفال في فريجنا وحتى منهم أخويا أنا يخطر الشارع ويخطرونه أثناء مرور السيارات ويتخطرفون، وطبعا أنا أقول هذا الكلام عشان أنا خايف عليهم، لأن لا سمح الله ممكن يصطدم ياهل في سيارة، ممكن يكون هو الياهل يتروالي يقدر يعبر ويركض والله لا يقدر يعثر بدشداشته أو في بنطلونه ويطيح، وبعدين تي السيارة غصبا عنها تعوره فيسبب الأذية لروحه ولهله وللناس. فأنصحيهم يا ماما، وأنا ما راح أكتب اسمي، راح أقول بس الحرفين اللي هما سين وعين. عموما مثل ما قلت الرسالة فيها نصيحة وايد حلوة، وودي دائما إحنا نكون واضحين والوضوح والصراحة مدام إحنا ما نأذي أحد، نتحمل الكلمة اللي نقولها ومسؤولية أي شيء نسويه ونخلي اسمنا الكامل، هذا ما يحط من قدرنا، بالعكس يرفع من قدرنا بعين الناس الآخرين، والصراحة حلوة مهما كانت. طبعا أصدقائي مثل ما قلت رسالة أخوكم أيضا، لأن إحنا بنعاون روحنا ونعاون رجال المرور، وصدقوني بعد أقول الكلام أكثر من مرة والناس تقوله، إن في بلدنا الحبة الكويت المرور منظم أكثر من أي بلد متحضر ومتعلمين ناسه في العالم، ما شاء الله الشوارع وسيعة وإشارات يعني تنظم المرور، ورجال المرور يسرون على راحتنا ليل ونهار، يبقى بس شوية تعاون من الناس سواء الكبار أو الصغار. الرسالة الثانية من أختكم شيرين أحمد، شيرين محمد الزيات، ومن مدرسة النزهة المتوسط البنات صف أولى متوسط رابع. نسمع ايش تقول اختكم شيرين. تقول ماما انا في الصف الاول متوسط مدرسه النزهه، ودائما يا ماما انا ترتيبي الاولى، انا احب القراءه والاطلاع واتمنى اني اكون مثل ابوي يعني صحفيه، لان ابوي يشتغل صحفي، ولو سمحت يا ماما قولي لي بعض الاقتراحات في البرنامج اللي شلون تخليني اصير مثل ما انا ابي. وايضا عندي اقتراح ماما انيسه لو سمحتي، ان البرنامج الاطفال اللي احنا نحبه ونتابعه يتضمن على مسابقات، لان المسابقات طبيعي بتعمق معلوماتنا في كل فروع العلم والمعرفه، والمسابقات تدفعنا للبحث والتعلم وزياده معلوماتنا العامه وتشجعنا على القراءه والاطلاع. اقترح ايضا يا ماما ان يتضمن البرنامج معلومات عن شخصيات تاريخيه، مو مهم إنها تكون عربية إسلامية أو أجنبية، المهم إحنا نأخذ فكرة عن هذه الشخصيات، خصوصاً الشخصيات اللي هي يعني لها ممكن يكون فيها فائدة لنا إحنا نتعلم منها. وفي نهاية رسالتي أرجو إنك تعرضين صورتي حتى يعرفوني أصدقائي. ابنتك المخلصة شيرين محمد الزيات، مدرسة النزهة. نشوف صورة أختكم وأرد بعد على رسالتها. اولا حبيبتي الصغيره، انت قلتي انك الاولى وتحبين تطلع يعني تقرين وتطلعين، وهذا اهم شيء، وتبين انك انت تكوني صحفيه مثل ابوك، طبيعي يعني حلو ان الولد، هاي صوره اختكم شيرين، او البنت يحبون يكونون مثل اهلهم، طبعا احنا ناخذ القدوه من اهلنا ونتمنى دائما نكون مثلهم، ايضا اهلكم يحبون يجدون فيكم صوره منهم وهم. ممكن انك انت تحرصين على هوايتك هذه اللي هي القراءة والمطالعة، وعن طريق بعدين تأدين واجباتك وتكونين دائما الأولى، عن طريقة تقدرين تصلين للشيء اللي أنت تبينه، ويحقق الله أمانيكم كلكم كأطفال صغار. بعدين
أحبائي الصغار أيضا من اقتراحات أختكم أنها تبي نتعرف على شخصيات، يعني هذا إن شاء الله إذا كان عندنا أفلام، لأن التلفزيون مو عبارة عن كلام طبعا حتى نعطي معلومات مثل الإذاعة. إذا كان لقينا عندنا أفلام شخصيات فعلا إسلامية عربية أجنبية تفيدكم، عندنا أفلام عنها إن شاء الله راح أحطها لكم في أي مجال. أحبائي الصغار الحين راح نتعرف على معلومات، وهذه الفكرة أعطتنا إياها أختكم شيرين، إن فعلا إحنا نستفيد ونتعلم كل شيء. راح نتعرف على حيوان ممكن نشوف صورته الحين باللوحة اللي مرسومة قدامنا، ونقول إن ممكن الحيوان هذا فعلا كان في تعاون بينه وبين الإنسان من قديم الزمان، واللي هو حيوان الرنة واللي يسمونه الغزال القطبي. مثلا طبعا الإنسان القديم في الأقاليم القطبية الباردة كانوا يستفيدون من هذا الحيوان، يأكلون لحمه ويشربون اللبن لأنه كان موجود طبعا ويعتمدون عليه في غذائهم. أيضا حيوان الرنة اللي هو الغزال القطبي كان وسيلة لتنظيم يعني السير الوحيدة بالنسبة لهم، يعني الناس هذول. ومن المستحيل على الناس اللي هم يعيشون في الأسكيمو في المناطق الباردة حتى في الوقت هذا إنهم يعيشون بغير مساعدة حيوان الرنة. لو انتقلنا أحبائي الصغار إلى المناطق الصحراوية اللي هي يعني الشمس فيها تكون حارة خصوصا في فصل الصيف، نجد إنه مثل ما راح نشوف الصورة اللي قدامنا الحين، إن الجمال اللي هي الإبل هي اللي تساعد الإنسان على الحياة هناك خصوصا في الصحراء، لأن الجمل معروف عنه أنه يتحمل الحر والعطش والجوع ويصبر ليالي وأيام بدون أكل بدون شرب، لأن طبعا الجمل من الحيوانات المشترة يعني بإمكانه يخزن الماء والأكل وبعدين يرجع مرة ثانية، مثل الغنم مثل البقر وغيره. ويقدر أنه يمشي على الرمال الحارة، لأن الجمل تعرفون في رجله يعني مثل الوسائد اللي تحميه ما يتأثر في حرارة الشمس. وطبعا عن طريق الجمل الناس في الصحراء يشيلون بضائعهم والأشياء اللي هم يبونها. في المناطق المرتفعة أحبائي الصغار عند جبال التبت، راح نلاحظ الحين في الصورة اللي قدامنا أن البقر الوحشي واللاما اللي هما هذول طبعا لولاهم ما قدر الإنسان يعيش في هذيك الأماكن اللي تعتبر جميلة لكن بنفس الوقت هي جبلية وقاسية. لذلك الحيوانين هذول البقر الوحشي واللاما كانوا أيضا وسيلة للناس إنهم ولا يزالون إنهم يتنقلون عليهم ويشيلون بضائعهم. عموما أحبائي الصغار اللي أبي أقول إن الله سبحانه وتعالى خلق كل المخلوقات وجعل لكل مخلوق من سواء الإنسان أو الحيوان شكل وجسم يناسبون الحياة اللي هو يقدر يعيشها. يعني حتى الإنسان طبعا اللي يعيش في المناطق الحارة يقدر يعيش كيف نفسه أنه يعيش فيها، اللي يعيش في المناطق الثلجية الباردة أيضا يقدر يعيش. الله سبحانه وتعالى خلق الناس وكل شيء وعنده اللي الله سبحانه وتعالى طبعا حكمة في هذا الشيء. الحين أحبائي الصغار راح نتكلم عن حيوان آخر وراح نشوف صورته اللي هو حيوان الزرافة. الزرافة مثل ما نعرف مشهورة برقبتها الطويلة جدا وبلون جلدها الجميل وبطريقة مشيتها الغريبة مثل ما نلاحظ في الصورة. رأسها طويل ورقيق مثل ما تشوفونه، يعني دقيق، وفي رأس الزرافة عيون. إنما نلاحظ طبعا لو كان الصورة فيلم وقريبة راح تشوفون أن في رأس الزرافة فعلا عيون، نلاحظ الذكاء والنشاط يبين من هذه العيون. أذن الزرافة مثل ما نلاحظ صغيرة ويتحرك كثير، يبلغ طول عنق الزرافة حوالي مترين، العنق بروح على رقبة حوالي مترين. نشوف الصورة بعد ونشوف سيقان الزرافة الجداء، طبعا السيقان الأمامية نشوفهم مستقيمتين مثل ما هما بالصورة طبعا، لكن الآن هي تمشي فريلها يعني منعكفة شوية. ويبلغ طول كل منهم نحو مترين، وذيل الزرافة ينتهي بخصلة شعر أسود. عموما جلد الزرافة مثل ما قلنا لونه جميل ولها وبر قصير ولونه دائما يعني أخذ اللون الأصفر، وتنتشر عليه مثل ما نشوف بالصورة بقع سوداء، بعض الأوقات يميل لونها إلى الأحمر.
الزرافات معروف عنها انها تمشي بسرعه ولمسافات طويله. واتغذى اصدقائي الصغار الزرافه برغم انها من الحيوانات الضخمه الجسم على اوراق النباتات، ولما تنحني علشان تشرب تثني ساقيها يعني مثل ما شفنا في الصوره، طبعا السيقان الاماميه، حتى تقدر يعني توصل فمها لغايه الماء. وتعيش الزرافات في المناطق الافريقيه الحاره، وهناك في الوقت الحاضر الحكومات في أفريقيا سنت قوانين علشان يعني تمنع الصيادين من أنهم يصطادون الزرافة بكثرة، لأنها يعني تبتدي تنتهي في هذه الطريقة إذا صاروا يصيدونها وايد. المعلومات اللي قلت لكم عن حيوان الزراف ممكن يعني أوضح لكم أكثر من خلال الفيلم اللي راح نشوفه الحين مع بعض. منظر الزرائف وقت الغروب ألا تعطي انطباعا وكأنها مخلوقات خيالية من كوكب آخر، ويبدو أن قوانين الجاذبية الأرضية لا تنطبق عليها، وعلى الرغم من ذلك فهي مخلوقات أرضية مشترة ولها صلة بالبقر المعروف لدينا وحيوان الأيل الأحمر والرئب. وقد تفرع سلف الزرافة قبل 25 مليون عام من فصيلة الأيائل والتي ينتمي إليها الأيل والوعل. وكانت الزرائف توجد في الماضي في أوروبا الغربية كلها وشرق آسيا وإفريقيا، أما الآن فوجودها يقتصر على سهول جنوب الصحراء وحتى مدينة الكاب. أما الزرافة الأصيلة كما نعرفها فقد تطورت في إفريقيا خلال 10 ملايين من السنين، فجسمها الذي يبدو وكأنها تمشي على أرجل خشبية تكيف وطريقة تناولها للغذاء، إذ أنها تأكل الأوراق والبراعم في قمم الأشجار. وللزرافة قرنان إلى 5 قرون، وهذا يكشف صلتها بالأيل والوعل، غير أنها لا تغير جلدها بل تحتفظ به طوال حياتها، خلافا للحيوانات البرية التي تستبدل جلدها سنويا. ولقد كانت ولفترة طويلة قدرة الزرافة على تسويد المخ بالدم لغزا بالنسبة إلى علماء الحيوان، إذ لما تنهض الزرافة لابد وأن ينخفض ضغط الدم في الرأس، حيث أن القلب ليس بالقوة الكافية للاحتفاظ بالدورة الدموية في شرايين رقبتها الطويلة، ولذا فلا بد لها وأن تنهار. وهذا ما يحدث عندما تحني رأسها للشرب نظرا لاندفاع الدم إلى الرأس، إلا أنه أصبح الآن معروفا أنه توجد بعروق الرقبة وشرايينها صمامات تعمل على تعديل تدفق الدم كيفما كان وضع الرأس. ويعد لسان الزرافة الذي يبلغ طوله 45 سنتيمترا تكيفا ممتازا مع طريقة أكلها، فبه تقطف الأوراق من الفروع والبراعم من النباتات. والزرافة ككل الحيوانات ذات الظفر المشترة عديمة أسنان القضم بالفك العلوي، ولذا لا تستطيع قضم غذائها من أشجار الصمت الشوكية، إلا أن لسانها الطويل المتحرك يغطي هذا النقص نتيجة لانعدام هذه الأسنان. والغذاء الرئيسي للزرافة هو نبات العليق الذي تقضم أوراقه وشوكه بلسانها دون أن يتضرر حلقها. ويعتقد بعض العلماء أن لعابها اللزج يحميها من الإصابات. وللزرافة ككل الحيوانات المشترة أمعاء طويلة جدا يصل طولها إلى 90 مترا لدى الزرافة الكبيرة، وبذا تكون طولها 3 أضعاف طول أمعاء الفيل. وهذا الطول ضروري إذ يتكون غذاؤها من السلولوز فقط غير القابل للهضم، والذي يجب أن يتحلل بواسطة جراثيم معينة بالأمعاء قبل أن تتمكن من هضمه، إذن فهي تحتاج إلى وقت أكثر للهضم مما يفسر طول الأمعاء. ونظرا لعلو الزرافة فهي تستطيع استغلال مصادر غذاء يعجز في الوصول إليها سكان السهوب باستثناء الفيلة. وقد أسفرت الأبحاث الحديثة عن أن الزرافة هي السبب في تسطح قمم أشجار الصمت بالسهوب، حيث أنها تأكل الفروع الصغيرة العلوية ولم يبقى أمام الأشجار إلا أن تنمو عرضا. ما السبب في علو الزرافة؟ إن ذلك لا يعود إلى أن عظام رقبتها وسيقانها أكثر من غيرها من الحيوانات، بل لأن عظامها أصبح طويلة جدا خلال فترة التطور. وللزرافة 7 فقرات في الرقبة تماما كالبقر أو الإنسان، إلا أن طول كل فقرة تزيد على 30 سنتيمترا. وطول السيقان من الأرض وحتى بداية الجسم متران، وتبدو وكأنها سهلة التكسير إذا ما روعي أنها تحمل 1000 كيلوغرام. أحبة صغار، هذه كانت آخر فقرة في برنامجنا. أتمنى دائما أني مثل ما ألقاكم أترككم برعاية الله وحفظه، وأتمنى لكم الحياة الحلوة. أودعكم وإلى اللقاء.